السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. اليوم عندنا الجديد ديال الأثواب ديال البرد، كما كتشوفوا التويبات ديال المليفة كشمير، لوينات رائعة. كاين هاد الزواقة، هذا التوب ديال كشمير. كاين هذا كما كتشوفوا اللوينات ديالو. هاد التوب هذا راه كيدير 60 درهم المترو، وكما العادة يعني اللي بغى شي حاجة في الجملة راه كينقصو من الثمن ديال 60 درهم. كما كتشوفوا التوب ديالو راه غليظ، التوب ديال البرد، التوب غليظ، كشمير داير 60 درهم المترو، وبالنسبة للناس ديال الجملة راه غادي ينقص من الثمن ديال 60 درهم. اللي بغى يتواصل مع مول المحل تهبطوا الأول تعليق تلقاو الرقم ديال التليفون ديال مول المحل، يعني تواصلوا معاه وتفاهموا مع الثمن ديال الجملة. بالنسبه للارسال راه كيرسلوا جميع المدن المغربيه، فين ما كنتي انا وصلك التوب حتى لعندك. الثمن راه 60 درهم المترو، والجمله راه غادي نقص من الثمن ديال 60 درهم. كما كتشوفوا التويبات ديالو يعني مختلفه، يعني التوب ديال كشمير كاين الرقيق كاين الغليظ، كاينين الزواقات كذلك مختلفين، كاين السامبل كاين بحال هذا مخطط داخلين فيه اللوينات، كاين هاد الزواقه حتى هي، كاين هاد الزواقة هادي. التوب راه يعني بحال هاد اللوينات هادو ولا التويبات ما كيدموضاوش، كيبقاو دائما كيتلبسو يعني في أي وقت. كاين هاد الكشمير الآخر حتى هو، كاين هاد التوب هذا كيما كتشوفو التوب ديالو راه غليظ. هاد التوب راه كيجي في جلابة، يجي في المونطو، يجي يعني فاش ما درتيه كيجي مزيان. بالنسبة للتويبات ديال البرد الثمن راه جد مناسب، 60 درهم المترو. اللي بغى يتواصل مع مول المحل تهبطوا الاول تعليق تلقاو الرقم ديال التليفون ديالو في اول تعليق. بالنسبه للجمله راه كينقصوا من الثمن ديال 60 درهم، والارسال راه كيرسلوا جميع المدن المغربيه، فين ما كنتي راه كيوصلك الثوب حتى لعندك. بالنسبه لمول المحل راه كاين في مدينه سيدي بنور، كما كتشوفوا اللوينات ديال الثوب هما هادو. اللي بغى يتواصل مع مول المحل تهبطوا الاول تعليق تلقاو الرقم ديال التليفون ديالو، يمكن تواصلوا معاه وتفاهموا مع الثمن ديال الجمله. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تخرجش عنا بالضغط على زر الاعجاب زر لايك، باش نبقاو ان شاء الله دائما نشاركوا معكم الجديد ديال الاثواب والجديد كذلك ديال الجلابة والقفطان المغربي. ما تنساوش تبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب لكي تعم الفائده على الجميع. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.